الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ النادي الأهلي امبارح على فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. سيادة الرئيس قال في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كمان الرئيس وجه التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين وقال: نتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل. كمان وجه تحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق. طبعا هنتكلم مع حضراتكم عن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لعدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، وافتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكا 4. طبعا خلال الفعاليات تم الإعلان عن أنه الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية قدرت السنة دي فقط أنها تزرع 500,000 فدان من محصول القمح. وامبارح كمان دعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية اللي بتنفذها الدولة، وأكد على أهمية الحفاظ والاستفادة من كمية المية وعدم إهدار أي نقطة مية. خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. شهد الرئيس افتتاح محور الدكتور الراحل هشام عرفات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وده ضمن المشروعات التنموية الجديدة اللي بتقام في جنوب الوادي. أيضا افتتح الرئيس السيسي محور اللواء سمير فرج ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي ومحور الدكتور جمال حمدان، وده لتسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة في إطار تطوير مشروع توشكا. كذلك شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكا 4، وتمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من زراعة 500,000 فدان من محصول القمح، منها 310,000 فدان بمزارع الشركة في توشكا و 140,000 فدان في مشروع توشكا 4. امبارح دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية اللي بتنفذها الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ والاستفادة من أي كمية مياه وعدم إهدار أي نقطة مياه. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بتجهز نفسها لتفادي أي أزمة، مؤكداً على أن العمل على البنية الأساسية كان ضرورياً. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر الشرطة العسكرية المصرية والبريطانية عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة في مجالات الشرطة العسكرية والأمن الجنائي، واللي استمرت لعدة أيام بإدارة الشرطة العسكرية في مصر. تضمنت مراحل التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية لنقل وتبادل الخبرات التخصصية والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة طبقاً لطبيعة المهام المكلفين بها، وعكس التدريب مستوى الجاهزية والاحترافية اللي وصلت ليها العناصر المشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية.